لم تمضي إلا عدة أيام على صدور بيان لجنة النزاهة في مجلس محافظة نينوى الذي كشف عن تصدر دائرتي الصحة والبلديات لملفات التقصير والإهمال وشبهات الفساد، حتى ظهرت وثيقة تكشف عن فتح تحقيق مع مدير بلديات نينوى ومعاونه ومدير الموارد البشرية، وذلك بسبب تعيين أولادهم بصفة عقود بأجر يومية، بالإضافة إلى فصل 150 عاملا بأجر يومية صدرت قرارات فصلهم في أيام كان الدوام الرسمي فيها معطلا. وجود فساد في مديرية البلديات والتي من ضمنها فصل 150 موظف أو عقود كانوا على ملاك البلديات في أيام عطل، ودائرة تحقيقات النزاهة تبنت الموضوع، واليوم هذا الموضوع قيد التحقيق. غياب الدور الرقابي لمجلس المحافظة طوال 4 سنوات جعل مدراء الإدارات يتصرفون بحرية دون أي رقابة ومتابعة، فعلى سبيل المثال كانت النسب على المشاريع ما بين 10 إلى 15% بحسب اعتراف المحافظ السابق، في وقت كانت فيه موازنات نينوى تتجاوز 3 تريليونات دينار عراقية. البعض منهم بدأ يتصرف وكأن الأموال هو من حصته وهو يتصرف بها كما يشاء، وهذا ما حصل في محافظة نينوى، حيث أن 3400 مليار صرفت خلال 4 سنوات، تم إعطاء 12% عمولات وكمنشات حسب اعتراف المحافظ السابق بلقاء صحفي، يعني هو اعترف. هذا ودعا مهتمون بشأن المحافظة المجلس إلى زيادة جهده الرقابي في المرحلة القادمة وفتح كل الملفات السابقة والاستعانة بالأكاديميين وأصحاب الاختصاص من أجل إعادة السيطرة على ما يحدث في دوائر نينوى. أدعو مجلس المحافظة وأدعو رئيس مجلس المحافظة لتشكيل مجلس استشاري لمساعدة مجلس المحافظة ومساعدة أعضاء مجلس المحافظة في مراقبة عمل دوائر الدولة. وبحسب التسريبات فإن نينوى ستشهد عاصفة من التغييرات الإدارية التي يعمل عليها مجلس المحافظة، وهنالك دائرتان خدميتان بعد الصحة ستكونان على هرم التغييرات القادمة. من الموصل محمود الجماس، قناة التغيير.